لي أمنية، وأعتقد هي أمنية جميع العراقيين بلا شك، أمنية أن يتعافى بلدي، أن يعود الوئام والسلام إلى العراق الحبيب. ما أعرف، لأنه أنا عشت في بغداد في منطقة الكرخ التي كانت في المحلة الوحدة بالدربونة، بها الكردي والعربي، السني والشيعي والصابئي. كنا نعيش الأفراح سوية ونشترك في الأتراح، نعيش المناسبات الدينية. لا تعنينا هذه المناسبة تمثل هذه الطائفة أو هذا الدين أو هذا العرق. كنا عراق مصغر في دربونة. أتمنى هذا العراق المصغر في هذه الدربونة أن يعود، ويعود بلدي الحبيب العراق، وتعود بغداد كما كانت، زاهية بناسها، بغداد الخير والحب والسلام، وتعود بغداد كما كانت قبلة للعرب وللأجانب أيضا، وهذا مو بعيد. المشكلة الشعب العراقي متسامح متصالح. بس المشكلة بالأخوة السياسيين، نسأل الله لهم الهداية.